Reynald of Karek plunders rich Arab merchantmen in the shipping lanes of the Red Sea, thereby breaking the Europeans' truce. Saladin responds by laying siege to his castle. Reynald is hosting a wedding party in his castle's keep. نحن على استعداد. ما هو رهانك؟ سنقوم بذلك. مولاي، ليهجم المبارزون. الشفرة حادة، المسيرة طويلة. روحي بالتأكيد، نحن ذاهبون. هيا بدون مشكلة. نحن ذاهبون. أمرك يا مولاي. أعيش في خدمتكم. ما هو رهانك؟ أمرك. إلى الأمام، اخترقوهم. مسيرة سهلة. نعم، هيا بدون مشكلة. نحن ذاهبون. نحييك، كلوا حديد. سنقوم بذلك. نقف على استعداد.